السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة المهندس المعماري. اليوم راني في متحف ليوناردو ديفينشي في ميلانو، راح نشوفو بعض هذه قطيرة قديمة بزاف، داروها في 1990 معنتها قرن وحاجة. يعني قالوا يروحو الفحم، هذه ثاني قطرة واحدة أخرى. شوف شوف لا تكنولوجيا هذاك الوقت. يوم الويكاند هي معمرة دراري، شوفوهم يحوسوا خرجت تربوية. وهذا مجسمات صغيرة هكذا كيف كانوا يديروا يحفروا كيف كما معروف الإيطاليين الشعب تاع كيما سيدي باتيسور يبنيو. هذا لك مجسم صغير كيف يبان كي تعود قاعد واش تشوف. مازال كاين الغواصات، مازال كاين لي زافيون، مازال كاين بزاف عفايس تابعونا دوك نهضروا عليهم كاع. انا نهضر عامه على دوكا فوالا هذه هي. دخلوا واحد من القاطرات هذوك نشوفوا. فوالا دوك نطلعوا ونشوفوا. هذا كان له هذا الحم كومبليكي يا بارامو ما كنتو تاعها. هكذا خوتي، شكرا على المتابعة.